السلام عليكم. في الفيديو اليوم إن شاء الله راح أسوي معاكم وصفة الدونات المحشية. طبعاً اللي متابعنا على الإنستغرام شفتوا معاي الوصفة ووريتكم إياها، ومرة كانت ناجحة ومرة لذيذة، وطلبتوا مني إني أنزلها لكم بأسرع وقت. كنت اليوم ناوية أنزل وصفة ثانية بس قلت يلا، لأن الوصفة مرة لذيذة تستاهل، فخليكم معاي. أول شيء راح أبدأ أسوي العجينة، فراح أحتاج نص كوب حليب دافي، راح أضيف عليه تقريباً ملعقتين صغيرة خميرة، راح أضيفها على الحليب وحركهم مع بعض وتركهم 5 دقائق عشان تأكد الخميرة عندي تتفاعل وتكون كويسة إني أستعملها بالعجينة، فراح أخليها على جنب. طبعا المقادير بالضبط بتكون موجودة في صندوق الوصف زي العادة. في العجانة أو صحن العجانة أضفت السكر الملح والدقيق، حركتهم كلهم مع بعض علشان أتأكد أنهم مختلطين كويس. بعد كذا راح أجيب الخليط الحليب والخميرة، لو تلاحظون الخميرة صار فيها زي سطح الرغوة وريحة الخميرة بتكون مرة قوية، فبكذا تكون الخميرة مرة كويسة. في صحن راح أضيف الخليط هذا وأضيف عليه 3 بيضات كاملة، وعلى جنب راح أفصل البياض عن الصفار، وراح أحتاج إلى صفار بيضتين راح أحطهم على جنب راح أستعملهم بعدين، بس حاليا أضفت على الحليب 3 بيضات خفقتهم كلهم مع بعض. بعد كذا راح أضيفهم على الخليط الجاف اللي أضفناه في صحن العجانة ونبدأ نعجنهم مع بعض. وبعد كذا أضفت عليها وهي تعجن صفار البيضتين. بهالوقت راح نشوف العجانة أو نشوف العجينة لحد ما تتماسك عندي، وأضيف الدقيق كل شوي، أبغاها تكون طرية شوي ما أبغاها تكون مرة جافة أو ناشفة. بعد ما تتماسك العجينة عندي شوي أضفت الزبدة اللي بحررت الغرفة. طبعا الزبدة عندي شوي ضايبة بزيادة، كنت مطلعتها من الفريزر وتركتها برا في الشمس، تعرفون الشمس مرة حارة هالأيام، فذوبت الزبدة عندي مرة بشكل زايد، فتمنيت لها لو انها اشد شوي، بس عموما مو مشكلة. اضفتها تقريبا اصبع زبدة، اضفتها على العجينة بعد ما تماسكت شوي وتركتها تختلط مرة ثانية، اضفت دقيق شوي احتجت يعني ما ابغى تكون مرة طرية او مرة كذا تلزق، تركتها تعجن 8 دقائق بالعجانة. بعد كذا اضفتها في البادية ودهنتها بزبدة عشان ما تلزق، وغلفتها ببلاستيك وتركتها تتخمر تقريبا ساعة. بعد كذا دخلتها بالثلاجة خليتها ليلة كاملة. طبعا انتم ممكن تخلونها تتخمر ساعتين اتوقع كافي، او لين يضاعف حجمها، الجو عندنا حار فاتوقع ساعة ممكن تتخمر عندكم كويس. انا عني تركتها ساعة ثم دخلت الثلاجة كملتها من بكرة، ابيها كي تاخذ راحتها وتتخمر مرة كويس. الحين راح ابدأ افرد العجينة، طبعا قسمتها نصين، اخذت النص الاول فردتها، ابغاها لاحظوا السمك ما راح يكون مره نحيف فما رققتها بزياده. الحين بالقطاعه عندي قطعتها الى دوائر صغيره بالحجم اللي انا ابغى الدونات تكون عندي. طبعا العجين الزايد اللي بالاطراف عندكم اكثر من خيار، اما انكم تستعملون في شيء ثاني وتصلحون في حاله ثاني، او انكم ترجعون تعجنونه تتركونه يتخمر تقريبا نص ساعه وترجعون تفردونه مره ثانيه تقطعونه. بس على فكره ترى الدونات ما راح تكون بالجوده المطلوبه الا لما تتقطع مره واحده، اذا عجنت مره ثانيه الاطراف هذه ما راح تكون مره كويسه، بتكون مره شاده وقاسيه. طبعا العجينه غطيتها بفوطه وتركتها على جنب ساعه تتخمر مره ثانيه وهي مقطعه. فالاثناء خلطت الخليط اللي راح اقلب فيه الدونات بعد ما اقليها اللي هو سكر وقرفه. عندي زيت حار، طبعا زيت كان شوي حار بزيادة لأني تشغلت عليه النار وتركته، ومفروض أني لما يحتر على طول أبدأ أقلي الدونات، وشوي جبت العيد يعني حمرتها بزيادة. Oh my god. Oh my god. الدونات وهي حارة بس شلت منها الزيت ونشفتها من الزيت وأضفتها وهي حارة على طول على خليط السكر والقرفة اللي خلطتها قبل شوي. أحاول إني أخلي السكر يمسك فيها شوي، طبعا القطعتين الدونات هذه على فكرة ما كانت مرة حارة فشوي بهذرتني على ما أمسك فيها السكر، بس لو تخلون خليط السكر جنبكم مجرد ما تخلصون قلي وتنشفون الدونات بسرعة من الزيت على طول حطوها بخليط السكر والقرفة. لا تكثرون الدونات بالصحن، لأن لو حطيت كذا مليون دونات وقعدتوا تقلبونها راح تعفط وتخرب عليكم، لأن الدونات مرة هشة ومرة رقيقة. عندي بقمع حطيت فيه النوتيلا لأني أبغى أحشي الدونات عندي أبغى أحشي الدونات عندي بالنوتيلا. طبعا تقدرون تحشونها باللوتس بزبدة الفستق بأي خلطة أنتم تحبونها، طبعا ما في أحلى من النوتيلا يعني مرة تطلع لذيذة. بس شوف الدونات مو طبيعي شلون هشة
ولذيذة. لاحظوها شلون من جوا كذا مجوفة أو ما فيها عجين، مرة هشة ومرة طرية كذا كأنها قطن، من جد مرة لذيذة. طبعا أنا في رمضان جربتها أكثر من مرة الوصفة هذه، وحاولت أشوف وصفة مرة ناجحة للدونات اللي يمديني أحشيها وتكون مرة هشة وطرية. فالوصفة هذه اللي طلعت فيها مرة ناجحة، متأكد إنكم راح تحبونها، لازم تجربونها لو تحبون الدونات، وطبعا تحشونها باللي تبونه، بس النوتيلا يعني راح يخليها كذا طعمها مختلف مرة، وخليط السكر والقرفة اللي غطيناها فيها مرة لذيذة، متأكد إنكم راح تحبونها. جربوها وشاركوني صوركم، أنا اللي منهبل علينها مرة فاضية من جوا، بس شوفوا. المهم أتمنى إنكم حبيتوا الوصفة وجربوها، وشاركوني إياها على حسابي على إنستغرام، تلقونا تحت في الصندوق الوصف. ويعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسوا سبسكرايب ولايك، ومع السلامة.